مرة أخرى برحب بيكم كل مشاهدينا الكرام. رجعنا لكم بالموضوع اللي احنا قلنا لكم عليه قبل الفاصل، وهو العودة من سنين. احنا بقالنا تقريبا مجموعة من السنوات ما اشتغلناش بنظام الزراعة التعاقدية. دلوقتي هنرجع مرة أخرى لهذا النظام، نظام الزراعة التعاقدية، يعني الاتفاق مع الفلاح قبل ما يبدأ إن هو يزرع. الدولة بتقول له احنا هناخد منك المحصول بكذا برقم، ويتم التراضي ما بين الطرفين، ويبدأ الفلاح بالفعل يزرع والدولة توفي ما وعدت به الفلاح. ده اللي هو الزراعة التعاقدية اللي احنا كلنا عارفينه. مشاهدينا الكرام، هنبدأ هذا العام هذا النظام بالزراعة التعاقدية، أو هنرجع أو نستأنف بعد فترة توقف بمحصول الذرة. طب ليه يا ترى احنا هنبدأ بمحصول الذرة؟ ده أول سؤال. الحاجة الثانية، إن دلوقتي جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا النظام من خلال عقد ثلاثي ما بين وزارة الزراعة ممثلة في الشركة المصرية للتنمية الزراعية، أيضا كمان هيكون موجود اتحاد منتجي الدواجن، وأيضا كمان هيكون معانا الاتحاد التعاوني الزراعي. يعني عقد مبرم ما بين ثلاث جهات، كل جهة هيكون لها دور في هذا العقد. كل ده علشان في الآخر نخلص إلى أن يبقى عندنا محصول جيد جدا، نوفر العملة الصعبة، نقدر أن إحنا نعمل علف جيد جدا للحيوانات بكل أشكالها وبكل أنواعها. هنقدر نعمل ده ولا لأ؟ والعقبات إيه؟ يعني عندنا شوية أسئلة هنسألها طبعا لضيوفنا المتخصصين والكرام اللي منورنا دلوقتي في استوديو الحصاد. طبعا دكتور تامر عبد الفتاح، أستاذ ذرة بمعهد بحوث المحاصيل، برحب بحضرتك يا دكتور تامر. أهلا وسهلا يا فندم. أيضا كمان دكتور محمود عبد الفتاح، أستاذ ذرة بمعهد بحوث المحاصيل، أيضا برحب بحضرتك يا فندم، مشرفنا ومنورنا. وبداية هسأل حضرتك يا دكتور تامر، يعني العقد مبرم ما بين ثلاث جهات، ايه اهميه وجود ثلاث جهات في مثل هذا العقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا بدايه بس عشان نقول العمليه طبعا احنا نظام الزراعه التعاقديه دي طبقناه وبدانا ونجحت فيها في محصول القمح، بس كان اللي بيستلم القمح هي الدوله الحكومه، لكن لما جينا نطبقها في نبات الذره كانت مشكله مين هيستلم الذره، فليستلموا القطاع الخاص. فالقطاع الخاص كان دايما كانت مشكلته ان هو دايما بيلاقي الذره المستورده من الخارج ارخص من الذره المحليه، فبالتالي كان كل اتجاهه ان هو يستورد من الخارج. بعد تحرير عمليه تحرير الذره وارتفاع سعر الذره، بقى لا، بقى المنتج المصري بقى بالنسبه له يعني ارخص واحسن جوده من المنتج الخارجي، فاتجهوا اتجهت الفكره بقى الحمد لله قدرنا نطبق المنظومه دي. احنا منظومه بنطالب بها اكثر من خمس سنين قاعدين نطبق يا جماعه نعمل زراعه تعاقديه، لدرجه ان المحصول متوسط عام محصول الذره قل. يعني احنا كنا وصلنا لغايه حوالي 26 اردب متوسط فدان، نزلنا ل 22 23، لان المزارع ما بقاش يهتم بالمحصول، يعني المزارع بيزرع وفي الاخر ما بيقدرش يسوق منتجه، فبالتالي محصول الذره ما بقاش محصول مكسب من ناحيته. المزارعين ابتدوا يتجهوا لزراعات ثانيه خالص، زراعه الرز في وجه بحري، زراعه فول الصويا وجه ابلي، فبقت منافسه شديده جدا بين المحصول، العمليه بقت صعبه. فتعمل تتعاد اتفاقات وحوارات، وطبعا الناس تعبوا جدا في بالمركز عندنا والوزاره ومع اتحاد منتج الدواجن، لغايه ما الحمد لله اتحطت المنظومه، مع ان المنظومه دي كانت موجوده من يعني من سنوات، بس الحمد لله قدروا يوفروها مع انها اتاخرت. يعني انا في رايي ان لو كانت حتى اعلنت هذه المنظومه في بدايه موسم الزراعه كان يفرق معانا جدا عن 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 زرور المعلومه حاليا يعني. ودلوقتي حتى ابتدوا طب ماشي خلاص يعني نبتدي حتى في ناخد نستلم المحصول من المزارعين. طب دلوقتي يا جماعه طب عشان نستلم المحصول نركز على وجه ابلي شويه، لان طبعا عشان الذره حضرتك لما تعرف لما بتحصد يكون فيها نسبه رطوبه عاليه، فمحتاجه مجففات، لسه ما فيش توفير مجففات بذره الوجه البحري، فقالوا خلاص نبتدي حتى بمحافظات الوجه ابلي اكثر انتاجيه في الوجه ابلي ناخد منها المحصول. فدي في رايي دي يعني دي هي فرصه، يعني هي فرصه ننهض بالمحصول ده وننهض بالدوله، يعني هيوفر علينا مصاريف كتير جدا ومشاكل كتير جدا. هتلاقي المزارع هيهتم بالمحصول، خلاص ما دام محصوله هيجيب له عائد وهيجيب له ربح زي القمح كده. احنا كنا القمح بنعاني ان احنا نوصل 2 مليون فدان، دلوقتي وصلنا 3.5 مليون فدان. يعني كان الدوله بتقول لك انا هستلم مثلا 450 الف طن، مليون طن حبوب، مش هستلم حتى المحصول كله، فنجحنا فيها. فاحنا كنا نحاول سعينا ان احنا نطبق المنظومه دي برضو في ضرورات الحمد لله موفقنا فيها الحمد لله رب العالمين. طيب تمام. دكتور محمود، يعني من كلام دكتور تامر ان من خلال تاخرنا في مثل هذا الاجراء اصبح المحصول قليل جدا، فبقينا نضطر ان احنا نستورد. هل هو ده
هو ده فحوى الإشكالية كلها في موضوع زيادة أسعار اللحوم والدواجن وما إلى ذلك، علشان العلف بتاعي عندي مش مقضيهم أو مش مكافيهم. هل هو ده فحوى المشكلة، ولا إن عندي مشكلة أخرى بتصب في إن أنا كفلاح مش قادر أزرع ذرة؟ هل عشان الزراعة بتاعتي ما كانتش تعاقدية، ما كانش عندي نظام تشجيعي، ولا لدي أشياء أخرى ممكن نتكلم فيها دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة للذرة، احنا اعتقاد الذرة الصفراء بالذات هو يعتبر عصب العلف الداجن والحيواني، تقريبا بيخش بحوالي 70% في العلف الحيواني. فاحنا عندنا بننتج في مصر حوالي 2.5 مليون طن، وبنستورد من 8 ل 8.5. 8.5 بيعملوا 1.6 مليار دولار. فيعتبر بتبقى تكلفه عاليه، فبتزود سعر اللحوم. طبيعي ان ما دام بتستوردها من الخارج مع سعر الدولار العالي، فهيكون سعر اللحوم والدواجن هيرتفع. لكن ان شاء الله بالزراعه التعاقديه واتحاد منتج الدواجن ان هو ياخد الذره البيضاء، لان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الذره البيضاء، لان احنا بننتج حوالي 5.2 مليون طن من الذره البيضاء، يعتبر اكتفاء ذاتي وما عندناش انه استخدام له غير ان هو بيستخدم في البيوت. لكن بموافقه اتحاد منتج الدواجن ان هم ياخدوا الذره البيضاء مع الذره الصفراء ال 2.5 مليون طن، فان شاء الله هنقلل الاستيراد الى حد كبير ممكن يعني. فبالتالي هيقلل التكلفه على سواء منتج الدواجن او منتج الحيوانات او منتج اللحوم الحمراء. طيب تمام. دكتور تامر، لو عملنا مقارنه ما بين الذره المنتجه محليا وبين الذره المستورده، احنا طبعا كنا بنستورد الصفراء. لان زي ما قال الدكتور محمود احنا عندنا موجود الذره البيضاء دي موجوده وبكثره. لكن التعويل على انتاج العلف الحيواني بيبقى على الذره الصفراء مش البيضاء، مش كده يا فندم؟ هي مش واحده بالفكره كده بالظبط، هي بس معظم دول اوروبا او دول امريكا الجنوبيه بتزرع ذره صفراء، يعني المحصول الاساسي عندهم ذره صفراء، فهم تقريبا بيصدروا ذره صفراء. امريكا كورن بيلت كلها ذره صفراء، يعني احنا كنا مجبرين ناخد بس ذره صفراء عشان ما فيش غيرها. بتتباع، هي اللي بتتباع في وعلى المستوى العام، البورصه العالميه ذره صفراء هي الاعلى سعر اللي موجوده. انت عندك امريكا او جنوب اوروبا، حتى اوروبا سنتين ابتدوا يفكروا يزرعوا ذره بيضاء، فهو المتاح كله ذره صفراء. اللي داخل في الانتاج الاعلاف كلها كانت بالنسبه لهم ذره صفراء. فبالتالي احنا لما جينا هنا في مصر طبقنا ذره صفراء، مع ان لما احنا اتناقشنا مع اتحاد الدواجن قبل كده، يا جماعه طب نستخدم الذره البيضاء، قال لك طب دي بتاثر على اللون الصفار في البيضه او في قشره البيضه. طب يا جماعه نستخدم الذره البيضاء في دواجن التسمين في الامهات. السنه دي هم وافقوا، قال لك احنا مستعدين ناخد مليون و200 الف مليون طن حبوب صفر او بيضه. فسبحان الله، هي الظروف اجبرتهم او اجبرت ان هم يستخدموا ذره بيضاء وذره صفراء. طب ما كانش ليه قبل كده من زمان من الاول؟ يعني كان حلينا المشكله، بس هي دي، هو ده الطبيعه يعني، هو تاجر يعني. احنا من زمان كان ممكن نكتفي بالذره البيضاء وخلاص. ابو الحركم ده السنه دي قالوا احنا ممكن نستخدم بيضاء او اصفر. يعني اول الوزاره حددت قلنا مثلا 3200 طن للذره الصفراء، ونخليها مثلا 3000 ومش عارف ايه عشان الذره الصفراء وكل حاجه. فوجئنا ان هم قالوا يا جماعه احنا ممكن ناخد الابيض. طيب يعني عمليه بسيطه يعني، مش صعبه قوي يعني. هي الاول في اول اخر هي يعني اقتصاد يعني او راس مال. راس مال بيدور، فلازم بيشوف الارخص بيجيبه يعني. وهو طيب دكتور محمود، لو عملنا مقارنه بين الذره البيضاء والصفراء، ايهما افضل يعني كعلف، وايهما يحمل قيمه غذائيه احسن للحيوان؟ يعني هو ده المحك، مش المواصفات الشكليه دكتور تامر. يعني اعتقد ان بالنسبه لنا الاهم المواصفات الغذائيه. بالنسبه للقيمه الغذائيه الذره الصفراء زي الذره البيضاء، بس الذره الصفراء اللي هو اللون الاصفر بيفرق في نسبه الكاروتين. نسبه الكاروتين بالنسبه للحيوانات اللي هي المقترات لذوات الاربع، عندهم في المعده بتاعتهم بتفرز ماده تعوض الكاروتين. اما في الدواجن ممكن يضاف اضافات كيماويه تعوض نسبه الكاروتين، او يتم خلط الذره الصفراء مع البيضه فتعوض نسبيا من نسبه الكاروتين اللي هي ناقصه. نعم. واحنا دلوقتي بندور لسه على الكم مش على الجوده. فمش هندور على صفار البيض قوي انه يبقى غامق، او جلد الفرخه يبقى غامق شويه. لكن احنا لسه عايزين نكفي الاول نفسنا ان احنا ناكلهم. مش ندور على الجوده بتاعتهم عامله ايه. تمام. فهو الذره الصفراء في اضافتها مع الذره البيضاء ان شاء الله هتقلل الاستيراد باذن الله بعد موافقتهم ان هم ياخدوا البيضه. طب احنا هننتظر قد ايه يا دكتور تامر على موضوع موافقتهم؟ على ما اعتقد كده خلاص. لا هو خلاص كده خلاص ان شاء الله باذن الله. كده احنا نعتبر ان احنا خلاص دخلنا في بدايه الزراعه التعاقديه لمحصول ان شاء الله باذن الله. هو دلوقتي يعتبر الاستلام، يعني هيستلموا بس الموسم الجاي ان شاء الله هتبدا الزراعه التعاقديه باذن الله. لكن هو السنه دي هيستلموا بس، يعني الاستلام بس الزراعه القديمه. اللي هي زراعه الحراس. احنا دلوقتي داخلين على شهر 7 اهو باذن الله، فالناس تحصد في 8 و9 يعني. فبالتالي هم خلاص يعني في زراعات تعاقديه يعني اتطبقت خالص السنه دي يعني. نامل السنه الجايه ان شاء الله يفعل، وبدايه الموسم ده هيشجع
ناس كتير جدا يعني، سواء وكمان باذن الله ان شاء الله يكون تقدر دوله توفر مجففات فوق بحري، هتفرق معانا جدا. احنا اكبر مساحه مزارعه عندنا في البحيره والنوبريه، فدي مساحه اكبر من وجه قبل كله، بس المشكله عندهم عايزين مجففات لان الرطوبه واللي محتاجينها اكتر وجه بحري. بحري. تمام. طيب يعني دلوقتي هذه بتسمى زراعه تحفيزيه، يعني ان الدوله بتعمل محفزات علشان الفلاح يبدا بقى يعني يبدا يدخل في نطاق هذا النوع من انواع الزراعه اللي بالنسبه له كانت مهجوره، زي حضرتك ما قلت لا ده كان بيزرع مكانها فول صويا، كان بيزرع نباتات اخرى، حاجات كده. هل النطاق التحفيزي بينصب فقط على انا هاخد منك السلعه دي بكام، ولا هناك ايضا اجراءات لابد ان تؤخذ في عين الاعتبار؟ بص حضرتك، انا كنت لسه كنا بنعمل برزنتيشن كان عن الذره، ففوجئت ان امريكا اللي اكبر دوله منتجه للذره في العالم محدده 50% من انتاجها ده الانتاج الحيواني، 20% من انتاجها لانتاج الايثانول، 20% انتاجها للتصدير، 10% لانتاج التقاوي والاغراض الخاصه زي الذره السكريه، ذره الفشار، الزيت كده، فمحدده بس الكميه المصدره 20% من انتاجها. ودي اكبر دوله يعني، فبالتالي لازم الدوله عندك تتخذ هذه الاجراءات. انت بتحددي دي سياسه انت حطاها، السياسه طبعا هي دوله عشان دوله اقتصادها قوي فبالتالي تقدر تسيطر. احنا اقتصادنا لا، احنا لسه ما عندناش يعني، احنا لسه برضو قدرتنا على استلام المحاصيل او قدرتنا على السيطره لسه برضو، احنا دوله برضو يعني ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ونقدر اقتصادنا يعلى شويه، فاحنا لسه في بدايه الطريق يعني. احنا بنتلاقي يعني بقول لحضرتك القمح الدوله بتستلمه، لكن الذره قطاع خاص هيستلمه، فقطاع انك دوله تستلم عن قطاع خاص دي يعني صعبه، وانت تتدخلي يعني انت مش لا يمكن تجبري القطاع الخاص اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، انا ما ينفعش. لكن القطاع الخاص هو بيدرس بره ولا جوه، هنا ولا هنا، هو اللي بيحدد لك، هو اللي بيحدد لك المنظومه اللي تمشي عليها. فده الفرق بيننا. فانا يعني ما اقدرش احط نقط وسياسات، لا انا بحاول اسعى جاهدا ان اطبق منظومه واقنع ده واقنع ده واقنع ده واشوف ايه اللي ناقص هنا وايه اللي زايد هنا. طب يا جماعه ايه المشكله؟ طب المجففات، طب ناخد وجه ابن مش عارف يعني، التجميع ندخل الجامعات الزراعيه مش يعني، هي منظومه انت بس انت بتحاول تديريها، لان الحل مش في ايدك، ده راس مال. طيب لو جينا افتكرنا كده من 5 سنين فاتت او من 6 سنين ايام ما كان في نمط الزراعه التعاقديه، دكتور محمود كان اعتقد ان وزاره الزراعه كانت بتقوم بده لوحدها، لكن دلوقتي في هذا العقد انا عندي 3 جهات، وزارة الزراعة ممثلة في شركة التنمية الزراعية، وعندي أيضا كمان متعلقة باتحاد الدواجن، وأيضا كمان عندي الجمعيات. الله، طب يعني إيه؟ يعني أنا أتوقع إيه بقى دلوقتي؟ هو المفروض المنظومة كده كاملة ورابح، هي ده الشكل الصحيح؟ كده كاملة ورابحهم المزارع اللي هو صاحب منتج نفسه في البداية. الأول اللي بإتمام عملية التعاقد هيشجع الفلاح إن هو يزرع، لأن هيعرف المنتج بتاعه مسوق. نعم. مش هيشيله ومش عارف هيسوقه امتى، وفي الاخر التجار بتخش تستغل الموقف وتاخد الذره باسعار قليله، فبالتالي ما بتبقاش مربحه مع المزارع. فاحنا عندنا الاتحاد التعاوني هو هيجمع الذره في الجمعيات، لان هو بيمثل في الجمعيات التعاونيه اللي هي موجوده في كل قريه وفي كل مركز وفي كل محافظه. فده هيجمع فيها الذره. الشركه المصريه للتنميه دي هتقوم مموله من بنك التنميه، فهتكون هي صاحبه راس المال اللي هتاخد الذره وتجففه وتفرطه وتسلمه للي هو اللي هو المستهلك النهائي اللي هو اتحاد منتجي الدواجن. فكده تعتبر ان شاء الله المنظومه الكامله بعد اتمامها. نعم. كان الاول الامر متروك فقط لوزاره الزراعه، فكان بيبقى فيه صعوبه في التنفيذ لحد ما. اكيد طبعا، لان هي محتاجه توديه فين؟ انما دلوقتي منتجي الدواجن هم المستهلكين، لان هم اللي بيستوردوا من بره. وبالتالي بعد ارتفاع سعر الدولار وتحرير الجنيه يعني هيبقى دايما غالبا هيبقى المنتج المحلي بالنسبه له ارخص من اللي بره، وخاصة ان هو الصفات بتاعته اجود من اللي جاي من بره. طب حضرتك لفت نظري لحاجه مهمه قوي دكتور محمود. دكتور تامر، هل بسبب ارتفاع الاسعار وايضا الدولار قصاد الجنيه، هل اصبح دلوقتي احنا بقينا مجبورين على اتخاذ مثل هذه الاجراءات؟ ولا انا عندي منظومه واقعه من الاساس؟ الثروه الحيوانيه عندي مش مظبوطه، لان عندي غذاء الحيوان مش مكتمل. يعني احنا قصاد مشكله دلوقتي يا دكتور تامر، هل احنا بدانا بالفعل نحط ايدينا على الحل؟ بص، هو الحل كان موجود من زمان، بس هي الفكره كلها هي ظروف ساعدتك. يعني انا في رايي عمليه تحرير الدولار دي كانت عمليه موفقه، ريحتنا كتير جدا، ادت قيمه الجنيه المصري القيمه الفعليه بتاعته. ما كانش كان الجنيه المصري سابقا كان ليك سعرين،
سعر في البنك وسعر في السوق السوداء، لا دلوقتي خلاص هو سعر واحد، فبالتالي خلاص تقدر تقيمي نفسك، تقدر تحطي سياسات زراعيه تطبق عليها، لان خلاص ما فيش فيه جهتين. انا طب اعمل استورد مثلا بالسعر ده وين اجي اعمل البنك يديني بسعر اقل، يعني كان المستورد كان بيكسب ان هو بياخد من البنك بسعر الدولار مثلا مدعم، يجي مثلا في الخارج بيبيعه يا جماعه اللي هو استورد بيه. دلوقتي لا، بقت الامور واضحه، تقدر تحط سياسات، تحط انماط كل يمشي عليها. يعني دي يعني اعتقد بقى المجال او الواجهه بتاعت الزراعيه، لا ممكن تاخد قرارات، ممكن تحط سياسات، خلاص مفيش تضارب باذن الله. طب دكتور محمود، هو كان السلاج ذات نفسه اللي بيتعمل للحيوانات كان طبعا بيبقى البطل فيها الذره، ولكن كان هناك حبوب اخرى، مش كده يا فندم؟ كان هناك مدخلات اخرى. هو المدخلات الثانيه بالنسبه للسلاج يعتبر النبات بتاع بقايا النبات بعد اتخاذ الحبوب او البذور منه. لكن الذره بيتم سلاج بالكوز او بدون الكوز. هو بالكوز بيبقى عشان القيمه الغذائيه بتاعته عاليه والبروتين بتاعه عالي، وما بيحتاجش اضافات من العلف المركز تقريبا اقل من 50% من اللي كان بيضاف للحيوان. اما بدون كوز فده بيتم بعد ما كنا بناخد الحبوب منه، وبيتم عليه بعض الاضافات زي اليوريا، يعني تعويض جزء من البروتين. لكن ما بيبقاش كافي زي اللي هو بالنسبه للبروتين، يعني برضه هيحتاج علف مركز تقريبا 100% زي ما هو. تمام. طيب دكتور تامر، هل احنا دلوقتي هنبدا ان احنا نشتغل على زياده الانتاج من الوحده المحدوده عندنا من المساحه؟ يعني هل احنا هنبدا نشتغل ان احنا نزود افقي من وحده المساحه يا فندم؟ رأس ولا افقي؟ لا يعني لا لا دلوقتي اللي انا املكه دلوقتي انا عندي ده، بدل ما كان بيتزرع كده لا هزرعه ذره، فانا عايز المنطقه اللي مزروعه ذره دي لا تبقى انتاجتها اعلى. صحيح. بنشتغل على ده ولا احنا مش مهم دلوقتي؟ احنا ده اساس شغلنا في مركز البحوث الزراعيه، ان هو زياده وحده الانتاجيه المساحه. يعني بزياده الانتاج زاد عندنا من 8 ارداب ل 10 ارداب لغايه ما وصلنا احنا في حقولنا المشاهده بتاعتنا اللي احنا بنشرف عليها او بنطبق المواد الزراعيه نص 30 ارداب. الفرق بيننا وبمتوسط عام الجمهوريه اللي 24 حوالي 8 ارداب. 8 ارداب ده فرق جامد جدا، جاب كبير جدا انت توصلي له. بس كنا المشاركه ان المزارع تقنعيه ان هو يطبق التوصيات الفنيه، يجيب يشتري السماد بتاعه ويعمل كان السماد. لا، المزارع مش لاقي عائد يعني لان هو زراعه الذره يعني. فهي الفكره كلها، لا انت دلوقتي انت لو طبقت توصيات فنيه للذره، يعني على فكره احنا واخدين الرانك الرابع او الخامس على مستوى العالم في انتاجيه وحده المساحه. يعني احنا مستوانا، يعني احنا على فكره كمان احنا كمان زراعتنا كمان يعني بره لو قارنتيها ببره، لا ده هم بره عندهم زراعه مطريه، عندهم مساحات عاليه جدا، شغالين بالزراعه الميكنه. انت لا، انت ما عندكش زراعه، انت عندك تكاليف زراعه ري وعندك عماله وعندك كله، واخد الرانك الرابع. فبالتالي انت على مستوى العالم لا، انت عندك هجن في مصر هنا سواء كانت مركز حوص او للشركات تفوق على مستوى العالم. يعني فاحنا من الناحيه دي ما فيش قلق مننا، بس يعني بتساعد المزارع ان تسلم منه المحصول عشان المزارع يطبق التطبيقات بتاعته عشان توصلي ترفع المستوى عام الجمهوريه. لا بس حضرتك نبهتنا ايضا كمان المركز اللي احنا يعني واخدينه ده مركز متقدم جدا. لا كويس جدا. نظرا لان بالفعل احنا بنشتغل الى الان شكل الزراعه بتاعنا يميل للبدائيه شويه. تمام. احنا مش متطورين في الزراعه زي كل دول العالم. لا مش حاجات متطورين، احنا ما فيش عندنا امكانياتنا يعني تفتت الميكانيكيه الزراعيه. امكانيات او تكنولوجيا المستخدمه. اللي هي اساس تفتت الميكانيكيه الزراعيه، انت عندك ميكانيات مثلا 6 قريط 7 قريط 10 فدان، فدي طبعا ما ينفعش تستخدم الميكانيكيه الزراعيه. نعم. لكن هم بره عندهم بالهكتارات بالاف الهكتارات 5 في الهكتار، فبالتالي يقدر موفره بالنسبه له يعني. فهي ظروف بس بلد يعني اقصى واقل. تمام. طيب احنا لو جينا بقى اتكلمنا عن تحديد السعر يا دكتور محمود، كيف سيتم تحديد بقى السعر، تقييم السعر السنه دي الارداب هيبقى بكذا، هيبقى في الجلسه الثلاثيه دي نتوقع يبقى في كرسي رابع للفلاح يكون موجود معاهم؟ احنا والله احنا كنا بنتكلم لسان الفلاح، لان احنا حسبنا التكلفه بتاعته كانت تقريبا عامله 9000 جنيه للفدان. فتم تحديد مبدئيا سعر الارداب او سعر الطن تقريبا حوالي 3200 جنيه. بحيث ان هو يكون في هامش ربح للمزارع بعد التكاليف بتاعته، خاصه ان احنا عندنا تكاليف عاليه زي ما الدكتور تامر قال، ان احنا عندنا زراعه مطريه يعني ري، يبقى الري فيه تكلفه مع ارتفاع سعر السولار والحاجات دي، فالتكلفه برضه بتاع الري ارتفعت، الخدمه ارتفعت، زراعه اللي هيزرع بلنتر او عماله، العماله برضه عليت عليه. بالتالي احنا كانت حسبت التكلفه كانت حوالي 9000 جنيه للفدان.
ف 3200 جنيه ان شاء الله يكون فيه ربح او يكون فيه هامش ربح معقول بالنسبه للمزارع في خلال الفتره اللي هو من 120 يوم بتوع محصول الذره. طب جسيتوا نبض فلاحين؟ يعني شفتوا هل الرقم ده بالنسبه لهم ملائم يرضيهم؟ بص حضرتك، بس العمليه 3200 جنيه ما كانتش بالسهل كده. ده كان عمليه، ده كان اكتر من سنتين. 1400 الكلام ده. ايوه يا فندم، كل يوم كل حاجه بتزيد وبتتغير، المعطيات بتختلف. انت عارفه 3200 ده يعني بعد تدخل الوزير وجلسات وقعدات، يعني احنا كنا متعاقد طالبين خمسه اعتقد، او كان طالبين 5000 جنيه او 4800. عايزين انه يبقى طن الذره زي طن الرز، لان نفس المحصول صيفي زيه مماثل، يكون مماثل له او على الاقل قريب من القمح، فهو تقريبا كده اقرب. انا بس عايز اسال، هو ليه سعر الرز بيبقى عالي كده؟ يعني ما هو مزغل عين الفلاح فعلا. طب ما هو عايز يزرع رز فعلا. التصدير هو اللي بيرفع سعر الرز، لكن الاستهلاك المحلي ما بيرفعوش. لان احنا عندنا فائض، احنا بنصدر حوالي 300,000 طن رز. مع سعر الدولار العالي، فبالتالي بيبقى التاجر او اللي بيصدره الربح بتاعه بيبقى عالي، فبيحاول يصدر. طب هل نتوقع ان بهذه السياسه الجديده ان شاء الله، يعني ان يعني قدر الامكان الفلاح عينه مش هتزوغ على او يعمل زراعات رز مخالفه، لا عنده زراعه اخرى ممكن تجيب له عائد كويس، يعني ممكن تحد شويه من هذه المخالفات؟ لو طبقت السياسه دي او المنظومه دي باذن الله هتفرق معانا جامد جدا. مع تطبيق مخالفه الرز المخالف، مع تطبيق العقوبه على يعني الرز من هنا ومن هنا، وعدم تصدير الرز في وقت الحصاد، دي هتفرق كتير ان شاء الله يعني. طب هل دي توصيات برضو اتكلمتوا فيها؟ لان احنا صحيح بتكلموا عن محصول تاني خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ولكن هو المؤشر كله بيأثر على بعض. المنافس بتاعه. تمام. برضو انا مش عارف موضوع رز برضو يعني ايه ده، الرز بينافس في الدوره في كام محافظه؟ كام يا فندم؟ هم ست محافظات. ست محافظات يعني هو اقصى حاجه ست محافظات. مش كتير يعني؟ لا اعتقد يعني بس برضك يعني مش مؤثر. ما انت عندك اكتر من 22 محافظه يعني تشتغلي فيها يعني. يعني انت بس طبقي يعني، هي خطوه. يعني انا الرز في وجه بحري وفول الصويا واللب البطيخ وحاجات ثانيه في محافظه ثانيه. ما هو في لكن هو الرز اللي بيمثل مساحه كبيره، يعني حوالي تقريبا من 300 ل 700,000 طن فدان رز مخالف، فده بيتحسب على مساحه الدور. بس انا في رايي برضه ده يعني احنا نجرب الاول، ما نحكمش على التجربه الا لما نجرب الاول، نشوف هتعمل معانا ايه، هتأدي لايه، وبعدين نقول. يعني انا ما نقعدش دايما نقول مثلا رز الفول السوق، لا، هي كان المشكله في الذره. الذره لو فيها محصول او ليها عائد او كان المزارع كان هيزرعها، ايه اللي خلاه؟ الاليات بس يعني الرز انت الرز مع الذره. الرز انت حلو قوي، ده موجود وده موجود، الرز الاثنين استهلاكنا يعني الذره للانتاج الحيواني والداجن، والرز للسلاك الادمي. بس ده يعني استهلاك مباشر وغير مباشر، ولكن هو في الاخر كله فعلا استهلاكنا. بس انا شايفه حضرتك قلت بس لو منظومه اتطبقت صح، ايه اللي ممكن يقلق حضرتك من المنظومه؟ اللي احنا نيجي السنه الجايه الظروف تتغير، يعني بمعنى ما خلاص ما تطبقش زراعه تعاقديه، تبقى يعني نرجع تاني او الاسعار العالميه او السعر العالمي. لا، في دروبات جامده بره، يعني بره في الزغير وزغيرات الظروف المناخيه والحاجات دي. لا، العمليه بره. بما اننا قاعدين دلوقتي بنفكر كده مع بعض، ايه اللي ممكن يتخذ كاجراءات احترازيه ضد اي طارئ يطرأ على السوق العالمي؟ كيف نؤمن محاصيلنا من التضاربات اللي بتحصل؟ كنا زمان بنقول لو تفتكروا ان يبقى في صندوق عندنا، صندوق للكوارث او صندوق لدعم الفلاح وقت ما نحتاجه. بس انا مش عارف، انا هسمع الاجابه من يعني من حضرتك وحضرتك ايضا كمان. هبتدي دكتور تامر، ايه اللي ممكن نعمله؟ بص حضرتك، ده طول ما انت بتعتمد على الاستيراد من الخارج، ده اللي مخاطره، ده اللي اي ظروف، اي موجه جفاف، يعني مثلا اتجاه مثلا الخارج اللي هو في امريكا او الجنوب امريكا الجنوبيه لانتاج الايثانول من الذره، الحاجات دي كلها يعني دي ما تقدرش تتحكم فيها. فطول ما انت بتعتمد على الخارج انت معرضه لمخاطر كتيره جدا، استنزاف العمله الصعبه بتاعتك، عدم، بالعكس انت لما تستخدمي الايراد اللي هو الداخلي ده يعتبر راس مال بتشغلي وعماله راس مال، فليها مصالح كتير يعني. افضل جدا من مثلا من الاستيراد الخارج. بس هي الفكره كلها انت تطبقها وتستمر باذن الله. دكتور محمود، هو سؤال بطريقه مختلفه شويه، يعني هو نفس السؤال بس بطريقه مختلفه، ومش كان اسهل لنا ان احنا نستورد بدل بقى ما كل المخاطر والخوف ما احنا برضو اهو هنتحط قدام، يعني قدام توترات يمكن ويمكن لا.
مش كان اسهل ان احنا نستورد؟ الاستيراد ساعات بيكون اقل في حاله لما يكون السعر اللي بره اقل، وده الخوف منه لما المصدرين يحتاجوا ان هم يستوردوا من بره. لو الدولار كان نازل كان زي ما كان قبل كده ان هو بياخدوا بسعر مدعم. نعم. لكن المشكله لو حصل هناك عندهم اي ضربات موجوده، او هم يعني ال 20% اللي الدكتور تامر قال عليهم قبل كده ان هم بيصدروا خلوهم 10%، احنا نجيب 10% التانيين من بالنسبه لنا احنا. يبقى لازم نعتمد على الانتاج المحلي بتاعنا. وفي حاله ان احنا لما يكون في استيراد ممكن نعمل رسم اغراق على الطن للذره اللي يبقى المستورد. يتحط في صندوق زي ما حضرتك قلتي ان هو صندوق لدعم المزارع المصري. وخاصه ان لو احنا خدنا الطن من المزارع ب 3200 وهو بره ب 3000، يعني يعتبر الفلوس بتاعتنا هنا شغاله في مصر، بتخلي المزارع بيشجعه على الزراعه، وبتشغل ابنه وبتشغل الثاني، بيبقى يعني راس المال بيدور داخل البلد، ما بيطلعش بره. نعم. ما بيطلعش المزارع الاجنبي. نعم. على فكره بارك الله فيك دكتور، حتى من ضمن دراستي كان مقترحه من ضمن المناقشات اللي احنا نعمل 50 جنيه على كل طن مستورد من الخارج، والده يتحط في صندوق ويدعم بيه الفلاح ودعم المزارع. بس هم رفضوا. فكره جيده جدا. لا هو انت رفض، انت قال لك انت كده هتزود تكلفه عليا، هترفع الدجاج مش عارف. المستورد نفسه رفض. قال لك لا، فرفضوا اترفضوا يعني. ضمن اقتراحات 50 ل 100 جنيه كمان. من ضمن الكلام اللي اتقال في ضمن المناقشات فالاول كانت 10 جنيه، طب 50 جنيه 100 جنيه. وهو يعني هيرفع بنسبه قد ايه؟ طب ما هي كده كده انا عندي ده حسبها لك، ده حساب اقتصادي. انا لو حطيت لي 100 جنيه على كل طن طلع الامر هيبقى مكلف جدا. مكلف جدا. كم طن؟ هو بيسوي 8 مليون طن. ف 8 مليون طن في 100 جنيه لكل طن هتبقى بالنسبه له مبلغ اتقلل من الربح بتاعه. هو ما خسروش، لكن هو قال الربح بتاعه هيضطر يرفع الاسعار. قال لك لا، دخلنا في موال ثاني خالص يعني. بس دي كان من ضمن برضه كل الاقتراحات اللي اتقالت او اللي درست يعني. يعني اهو مقترح. مقترح ودرس. نعم. ولكن ايضا كمان على ما اعتقد ان موضوع في الحسبان هذا الصندوق بالفعل انه يتعمل. ده موضوع في الحسبان، ولكن ملء الصندوق باي شكل كان دي هتبقى الياته واحنا ماشيين في الطريق. على ما اعتقد مش كده يا فندم؟ والله شوف يا ظروف المالية بس ما بتجيش على المزارع يعني. هي تيجي الفكره ازاي صاحب المزارع ده هو اللي دعم المزارع. هي تيجي اي جهه بقى تانية غير المزارع. نعم. اذا كانوا مستوردين المنتجين الحاجه، بس الدوله مش مشكله برضه. لكن هو يبقى بين المزارع. احنا والله لو نقدر بايدينا ندعم المزارع باي طريقه ان كانت مش هنتاخر يعني. يا رب ربنا يسامحك. طيب هنتنقل بقى دلوقتي عند الحملات القوميه. دلوقتي بدانا نجهز للحمله القوميه دكتور محمود. حضرتك الحمله احنا شغالين فيها بقى لنا شهرين. شغالين فيها؟ يا نهار ابيض. طب احنا لازم نعلن الحاجات دي. احنا بدايه الحمله بتاعتنا بتبدا من 1/5. واول اجتماع بنعمله الحمله بالنسبه للجهاز الارشادي على مستوى الجمهوريه سواء بحري او ابلي بنعمله تقريبا في نص 4. نعم. من اللي تحديد الحقول الارشاديه ومساحتها والتقاول اللي هتنزل فيه. لكن احنا بدانا في بالفعل زراعه الحقول الارشاديه من بدايه من اول شهر 5. ودلوقتي دخلنا يمكن في بعض الحقول داخله على يعني قربت على التزهير. احنا عندنا السنه دي حوالي 24 محافظه من مرسى مطروح لبورسعيد ومن اسكندريه لاسوان. يعني تقريبا عندنا تقريبا 24 محافظه، وعملنا كمان حقل ارشادي في المراجده في الارض اللي هو جزء من ضمن المليون ونص فدان اللي انا عليهم سياده الرئيس. وعندنا تاني في مرسى مطروح وبورسعيد. يعني تقريبا مش محافظه دلوقتي ما فيهاش حقول ارشاديه ان شاء الله بالنسبه للدور يعني. عندنا حوالي 722 حقل ارشادي في ال 24 محافظه. تمام. كل الاجراءات دي يا فندم دكتور تامر بتجيب نتيجه؟ يعني مثل هذه الحملات يعني بتجيب نتيجه يعني؟ والله الحملات دي مهمه جدا يعني. تعرف هي دي وسيله اتصال بينك وبين المزارع دلوقتي يعني. انت بتوصل للمزارع لغايه بيته يعني. انت الطاقم البحث اللي هو من كل محافظه فيها، فالطاقم البحث اللي هو ماسك المحافظه والمراكز، كل مركز ليه دكتور ينزل يلف على المزارعين، يشوف ايه المشاكل، يشوف ايه الاتجاهات بتاعتهم، يفيد جدا في شغلك. هتشتغل ازاي وتربي الايه وايه المشاكل اللي عند المزارعين. فدي بتوفر يعني حلقه اتصال مهمه جدا من البحث على اساس يطبق ايه بحث تطبيقي. ما يبقاش بحث بس يعني مركون في الادراج او بحث ما يستخدمش. انت ازاي تطبق الابحاث؟ فانت هتطبق الابحاث ازاي؟ هتعملي فكره هتنزليها عند المزارع هيوافق عليها مش هيوافق، هيقول لك رايه ايه كخبرته هو بقى يعني كخبره المزارع وليس الناحيه العلميه. مشاكلها تطبقها ايه؟ فدي بتفيدنا صراحه. لا انا في رايي مهمه جدا جدا، وعامل اتصال مباشر مع المزارع جميل جدا جدا يعني. تمام. مش عارفه هو احنا سمعنا دلوقتي ان الاسعار الدجاج انخفضت تقريبا 8 جنيه ومش عارفين ايه السبب. هل في حاجه متعلقه يعني بالعلف او بالذره او بانتاج الذره داخله في الموضوع ده، ولا ده لاسباب يعني
يعني بورصه دواجن مثلا ولا ايه؟ يعني مش عارفين ايه السبب. ما عندناش انتاج جديد دلوقتي في الفتره الحاليه. فيش انتاج جديد. لا ما فيش حاجه نقول ان سعر الذره نزل او حاجه. لا ما فيش اي حاجه دلوقتي. هي ممكن تكون سعر بورصه بالنسبه لهم. تمام. طب احنا لما هنبدا بالفعل انتاج الذره بتاعنا، مش هنستورد من بره، هنوفر العلف بتاعنا، ده هيأثر طبعا على الثروة الحيوانية بتاعتنا والإنتاج الداجني وكل الحاجات دي كلها. لما هينخفض ده يا فندم، مش ده هيدعم السنة اللي بعديها يعني الإجراءات التحفيزية أكتر للفلاح؟ يعني أنا أعتقد أن لو إحنا دلوقتي بدأنا مثلا بأمال 70% لهذه المنظومة، مجرد ما تبدأ المنظومة تلف أو تشتغل وتأدي النتيجة بتاعتها، يعني أنا بعمل ده ليه؟ أنا عشان أنهض بالإنتاج الداجيني بتاعي. مجرد ما هيحصل لي ده وحوفر الهدف بتاعي، أتوقع أن السنة اللي بعديها يبقى الأمر أكتر ارتكازا، ولا في أمور عوارض أخرى؟ مش موضوع بس لا بص حضرتك، هي طبعا أنك وجود سياسة زراعية دي شيء أساسي في أي حاجة. في أي حاجة أنت لما بتخطط لغاية مثلا عاملين خطة لغاية 2030، يعني هي لازم تحط خطه وتمشي عليها. هي دي الفكره بتاعتها. لكن انا في رايي ان مشكله المنظومه تطبيقها وعدم تطبيق المنظومه هي نجاحها، هو النجاح بتاعها. هو في انا دلوقتي انا في رايي المشكله الاساسيه هي في الذره، كان تخزين الذره وليس انتاجيه الذره. هو الذره هي ان شاء الله هينتج في نهايه الموسم في شهر 8 او 9، هتلاقي الذره كتيره جدا، سعرها هيبقى متاح. طب بعد كده في شهر 10 و11 و12، هي المشكله بتاعت الناس المستوردين ايه؟ ان هو بيجيب كميه الذره من الخارج في اي وقت. مع ان احنا في مصر ربنا حبانا يعني بميزه ما توفرش اي دواء في العالم. ده احنا ممكن نزرع الذره يعني على مدار السنه. يعني مثلا في وجه بحري ممكن نزرع من شهر 4 و5 و6، وجه قبلي عندك من 6 ل 7 و8، جنوب الوادي توشكا وشارع عينات بيزرعهم شهر 8 لغايه وعندهم عروه اساسيه شهر 2. فانت عندك الذره دي، يعني انت لو طبقت خريطه او منظومه لزراعه ذره هتزرعها على مدار السنه، طول السنه يكون عندك انتاج، فبالتالي هتلغي مشكله التخزين اللي هي المشكله الاساسيه. ان في محصول الذره ان تخزنيه، هو الراجل بتاع عايز 5000 طن. 5000 طن ده هيجمعهم منين او هيعملوا منين؟ من بره كان بيستوردوا مركب واحده بتيجي كل شهر بيجيب له انتاجه وخلاص اللي هو عايزه خلصت. فلا، انت لو عملت خطه بقى سياسيه وخطه ونظام، الذره جمعها في واحد جبهه تزرع امتى، منين لامتى، ناخد محصولها، واجي قبل هيبتدي بعديها هيغطيني برضو كل فتره، جنوب الوادي توشكا وشارع عينات برضو تنتج وتغطيني. انا في رايي هتغطي لو عملت المنظومه دي ونجحتيها، هتغطي على مستوى العام كله. تمام. طيب دكتور محمود، متوقع ايه في الفتره القادمه بالنسبه للمحصول ده؟ ويعني اذا كان احنا دلوقتي ابتدينا، يعني دي بدايه بعد توقف، شايف البدايه دي كويسه مبشره؟ ان شاء الله تكون بدايه كويسه، خاصه لما يستلموا اللي هو الجزء بتاع وجه قبلي. ده هيشجع كمان بالنسبه لجنوب الوادي وتوشكا اللي هم اللي هو المنتج بتاعهم. يعني وجه قبلي هيبقى في شهر 9. نعم. المنتج بتاع شرق العوينات وتوشكا وجنوب الوادي هيبقى في شهر 12 او شهر 1. فهيبقى في يعني زي ما هيستلموا ده في شهر 9، هيبقى في كميه ثانيه في شهر 2، وبعد كده يليه بقى في وجه بحري في شهر في بدايه شهر يعني في نهايه شهر 8 اللي هو هتبقى الزراعات المبكره. ان شاء الله ان شاء الله. يعني ما يكونش دي بس بدايه لمحصول الذره بس، نتمنى الزراعه التعاقديه تبقى لمحاصيل كتيره قوي، ونبدا بالاستراتيجيه منها إن شاء الله. ان شاء الله، وتكون بدايه خير باذن الله ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا دكتور تامر عبد الفتاح، استاذ ذره بمعهد بحوث المحاصيل. شكرا يا فندم. وايضا كمان دكتور محمود عبد الفتاح، استاذ ذره بمعهد بحوث المحاصيل، نورتونا وشرفتونا. وان شاء الله يعني السنه الجايه او المحصول الجاي يعني نشوف انجاز كبير قوي في الموضوع ده. شكرا يا فندم لحضراتكم. ومشاهدينا الكرام، انتظرونا فاصل قصير ونرجع لكم، لا يتعدى الدقائق، رجع لكم مره اخرى بمشيئه الله. هذا البرنامج برعايه